الوزير المحترم، مع تقديرنا لما تفضلتم به من صعوبات في إخراج بعض المعايير التي بالتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، إلا أنه نخشى أن تطول الفترة التي سيتم إخراج فيها هذه البنوك التشاركية، ونخشى كذلك أن تخرج بطريقة غير سليمة. لذلك نحث الحكومة على أن تعمل كل ما في إمكانها من الناحية القانونية. صحيح إن بنك المغرب هو المخول بالاعتماد، ولكن نحن نريد أن الحكومة لا تتضرع بهذه القضية. وشكرا سيدي الوزير.